قد ايه المرأة بتقدر بطريقتها انها تغير يمكن تفكير الرجل؟ بالإقناع، بالإقناع، شوية أنوثة، شوية دمعة، شوية بوسة، بيمشي الحال. وقتها اضطريت استعمل كل الأساليب اللي عندي إياها، لأنه بالفعل كان بدي أعمل لهالقصة. واكتشفت أنا بس جيت لهون قديش نحن اللبنانيات والعربيات قديش نحن محميين من عيالنا. عندك 4 أولاد، 4 أولاد، 2 أولاد زوجي زوجي ربيوا معنا وبحبهم قد حياتي. تالا بسنغافور، بنتك أمال تزوجت الممثل جورج كلوني، صاروا 5 سنين. صار لهم 5 سنين. انحكى كثير عن هالموضوع يمكن لأنه جورج كلوني مشهور ومعروف، بس الأغلبية يمكن ما بيعرفوا أنه أمل كمان محامية شاطرة، اختاروها من بين 4 أشخاص كانوا هن 15,000 شخص مقدمين للمحكمة الدولية، مزبوط، فهي حققت أحلامك؟ كل ولادي حققوا احلامي، ما فيني اقول لك قديش انا فخوره فيهم كلهم، لانه الحمد لله كلهم وصلوا بحق لهم، كل واحد بحق له. بس انا محظوظه بولادي، بس الاحلى ولاد ولادي. بتحب تتعلميهم عن لبنان؟ يعني كلهم مثل ما بنعرف انه عم بيربوا برا، ربيوا برا بس جذورنا، عواطفنا، طريقة حكينا، كل شي فينا لبناني. إذا بدك توصفي لبنان ب3 كلمات كيف بتوصفيه؟ لبنان شامخ، لبنان فيروز. يعني إذا بقلك إنه قديش أنا فخورة بصداقتي مع فيروز. لبنان بعلبك، لبنان أنتي وأنا، لبنان الناس الطيبة، الناس الفخورة. بس برجع بقلك أنا لبنانية للعظم، ولبنان وطني، ما بدي حدا فيه، بدي أنا وأنتي كل اللبنانية. بس قدام مشتاقة للبنان، شو أكتر شي بتشتاقي له موجود بلبنان مش موجود بالعالم؟ الناس اللي فيه، الناس فيها الفورمولا هيدي اللي بتعمل اللبناني مثل ما هو. تعدد الأديان قديش حلو، قديش حلو. أنا بتذكر بالمدرسة شو كنا ننبسط بس يكون عيد النبي، ولا بيكون عيد الأرثوذكس، ولا عيد مزبوط. الكاثوليك. هالميلانج اللي بيعمل لبنان، واللي أكيد أنا متأكدة 100% رح يرجع.